ابتديت في النادي طبعا. اول لعبه كانت سباحه، ابتديت سباحه وكاراتيه، ابتديت كذا لعبه طبعا زي اولاد صغيرين بيبتدوا العاب كتيره. كان بالصدفه يعني انا ابتديت فرع مدينه نصر، وكنا وانا حوالي 7 سنين تقريبا، وكنا وانا عندي 8 سنين الكاراتيه تقريبا قدام مجمع التنس، كنت اطلع من الكاراتيه اقعد قدام اللعبه. فيعني حبيت اللعبه، حبيت امارسها، بدات انزل معاها كلعبه اضافيه، بقيت بلعب سباحه وتنس. وبعدين حسيت نفسي مشيت فيها اسرع شويه، اتطورت بسرعه في مدينه نصر، ودخلت هناك الاكاديميه المتميزه بتاعه مدينه نصر، ومنها رحت للفريق الاول تحت 12 سنه، وكملت بقى مشواري في الاهلي الجزيره يعني في الفريق الاول. يعني هو النادي الاهلي بصراحه هو بالنسبه لي هو بيت التاني، يعني لان انا من اول ما مارست رياضه واتفر بقى هي تنس او لعبه تانية، كنت ابتديت جوه الاهلي ولحد دلوقتي استل فيها. فقضيتها من اول ما كانت الرياضه مجرد لعبه، وبعدين بقيت لا كارير ولعيبه ومنتخب ودوري، وبعدين دلوقتي انا موجود ككوتش بساعد الولاد جوه النادي. فطبعا قضيت معاه كل المراحل بتاعت عمري يعني. فبالنادي النادي بالنسبه لي طبعا حاجه كبيره يعني، بيت التاني هنا. احنا طبعا مرينا ببطولات كتير قوي، لان احنا من وانا تحت 12 سنه كنت في الفريق. احنا المراحل عندنا تحت 12، تحت 14 وهكذا لحد تحت 18، وبعدين بنخش عمومي على طول. ف يعني الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا ما فيش مرحله سبناها الا لما كنا كسبنا فيها اول دوري، خدنا فيها الدوري. كان زمان الدوري مجمع، يعني كنا بناخد مش مرحله لوحدها، كنا بناخد الدوري دوري عام من اول 12 لحد عمومي. فطبعا بالنسبه لي اول سنه ليا كانت جميله جدا، اللي هي كانت لسه اول ارتباطي ليا مع الفريق، وكان الايفنت بتاعنا كان هو اخر ماتش في الدوري كله، رجال خلصت وكل الماتشات خلصت، وقفنا على ماتش واحد عندنا دبلز والحمد لله كسبناه. خدنا الدوري ساعتها بايفنت 12 سنه يعني هو اللي كسبها. فبالنسبه لي دي كانت اقوى بدايه مع النادي، وبرده افتكر بطوله مهمه قوي في عمومي كنت شاركت فيها في كل المباريات الحمد لله. ساعتها ما خسرتش ولا ماتش، وربنا كرمنا برده وكسبناها. دي اعتقد كانت 2019 على ما اتذكر او حاجه شبه كده. انا الحمد لله يعني خدنا عمومي كذا مره في الفريق الاول. وطبعا مر عليا طبعا يعني لعيبه كبار جدا، في سواء في سيدات او في رجال، من اول ما كنت 12 لحد ما كبرنا. فافتكر طبعا من زمان واحنا صغيرين كان في ياسر عادل وشريف عادل، كابتن ابو طالب، ومر علينا بعديها الجيل بقى، كان جيل قوي جدا، كابتن عمرو غنيم قعد فتره معانا جوه النادي، ومروان زيور. فمر علينا اجيال كتيره يعني، واحنا كمان جيلنا كان الجيل الاكبر مني كان احمد شبل، وكان كذا حد كانوا اقوياء، والحمد لله قدروا ان احنا معاهم ان احنا ناخد دوري عمومي اعتقد من حوالي 4 مرات او 5 مرات على مدار السنين اللي فاتت يعني. والله انا يعني طبعا قضيت مشوار كبير كلاعب يعني جوه النادي، الحمد لله حققت دوري كتير قوي على مدار الناشئين والفريق الاول. فانا نفسي دلوقتي طبعا اقدم ده بقى للولاد اللي موجوده جوه النادي، اساعدهم بان احنا دايما الاهلي يبقى في المقدمه، ومش بس الاهلي، اساعدهم في ان احنا نتقدم بالتنس جوه مصر، نلاقي عندنا اولاد كتيره في المنتخب وبيحققوا حاجه على المستوى الدولي. فده طموحي، مش بس ان احنا كمان الاهلي يبقى في المقدمه، لا، ان احنا نساعد ان احنا يبقى عندنا لعيبه كبيره جوه المنتخب تكون واخده مراكز متقدمه وتكون ليها ان شاء الله يعني كارير دولي كويس يعني. هي التنس لعبه طبعا ممتعه جدا، بس زي اي رياضه هي محتاجه تكامل ما بين الرياضات الثانيه. فلازم الولد وهو صغير في سن صغير، لو هنقول مثلا السن الانسب للبدايه دلوقتي من 5 لـ6 سنين، في ناس بتبتدي اصغر من كده، في ناس بتبتدي بلس، بس يعني مش بنبعد عن الرينج ده قوي. لازم يكون بيمارس اكتر من رياضه. التخصص في التنس بدري شويه عن بقيه اللعبات، احنا بنتخصص من تقريبا من 9 لـ10 سنين، لازم يكون الولد خلاص واخد قرار ان هو هيكمل شويه لعبه التنس عشان يبدا يديها وقت اكتر، هي بتحتاج وقت اكتر شويه. بس فلازم طبعا يكمل مهاراته كلها عشان يبدا لما يجي يبدا يتخصص في التنس ما يبقاش ناقصه حاجه من المهارات دي يعني. طبعا لو بواجه رساله للجماهير الاهلي، فيعني بحب اقول لهم ان شاء الله ان احنا هنحاول نعمل اقصى مجهودنا باذن الله كلعبه تنس،
وان احنا نرفع اسم الاهلي دايما ويكون الاهلي دايما في المقدمه، لان احنا تعودنا على كده من واحنا صغيرين، من واحنا لعيبه، ان الاهلي دايما بيبص مركز اول، دايما الاهلي في المقدمه. فان شاء الله نحاول نحافظ على الرساله دي، واتمنى طبعا في كل الالعاب، انا عارف ان دي هي رساله المدربين واللعيبه، اولاد النادي على طول يعني في الاهلي.